الفكرة الأساسية للإندكشن موتور إنه عندنا ستيتر وإذا فرضت إنه هذا الإندكشن موتور 3 فيز راح يكون في عندي راح أفترض فيه كأنه عندي كويل هون راح يطلع منه 2 تيرمينالز وبقابله في بول ثاني هون راح يطلع منه 2 تيرمينالز هذول إذا مررت الكرنت في هذا الاتجاه راح يعطيني فلكس بهذا الاتجاه وإذا مررت كرنت في هذا الاتجاه راح يعطيني فلكس في هذا الاتجاه فكأنه هذول عبارة عن one pair of poles راح أشبك هذا السلك مع هذا السلك راح يطلع معي two terminals بهذا الشكل فهذول راح يمر الكرنت فيهم بهذا الاتجاه وراح يمر هذا الكرنت فيه بهذا الاتجاه وهذا راح أسميه phase R مثلا هلا كمان 120 درجة in space راح اخذ كمان 2 كويلز هون وكمان راح اشبك هذا الطرف مع هذا الطرف واخذ الطرفين هذول برا وهذا راح اسميه هذا R هذا راح اسميه R داش فهذا راح يكون S و S داش وراح اعطيني كمان ماجنتيك فلوكس اذا مررت الكرة تعطيني ماجنتيك فلوكس بهذا الاتجاه وهذا راح يعطيني ماجنتيك فلوكس بهذا الاتجاه لو دخلت عليه دي سي يعني لو جبت بطارية وحطيت بطارية وطرفت الطرفين تبعون البطارية من هون راح يكون في داخل هذا ستيتر فلوكس كونستنت فلوكس بي بهذا الاتجاه فصار عندي ار راح يعطيني فلوكس بهذا الاتجاه اس راح يعطيني فلوكس بهذا الاتجاه وهاي بينهم 120 درجة in space وكمان راح اجي احط هلا another pair of poles وراح يكون عندي T هون و T bar هون بحيث انه اذا مررت current في هذا T وهذا T وهم in series راح يعطوني flux في هذا الاتجاه وهذا الflux كمان راح يكون 120 درجة in space وهاي 120 درجة in space هلا لو انا جبت ثلاث بطاريات شبكت البطاريه الاولى على الار الار والار بار ما هم من سيريز وجبت بطاريه ثانيه وشبكتها على الاس والاس بار وهم من سيريز دي سي بطاريات دي سي والبطاريه الثالثه شبكتها على تي وتي بار ان سيريز راح يعطيني مررت فيهم كرنت متساوي هل هدول فيكتورز وهم عباره عن بي يعني هذا هو مش ار اذا بدنا نكون دقيقين هو عباره عن بي ار فيكتور وهذا عبارة عن بي تي فيكتور، ايش وحدة بي؟ تسلا وهذا سميته بي اس فيكتور لو اجينا عملنا هيك، أنا ما بقول رح نعمل هيك بس لو احنا عملنا هيك، قديش رح تكون محصلة الفلكس في داخل الستيتر؟ زيرو مش هيك؟ ما رح يطلع معي فلكس، لأنه محصلة هدول الفيكتورز الثلاثة إذا ما راح استفيد اي شيء اذا عملته هيك اذا عملت بس انا عملت لحد الان 120 درجه فيس شيفت او 120 درجه شيفت او سيبريشن ان سبيس لازم بطريقه معينه يكون لما يكون عندي هذا طويل يكونوا هذول الاثنين اقصر وحتى نيجاتيف ولما يكون هذا ماكسيمم يكونوا هذول الاثنين اقصر ونيجاتيف ولما يكون هذا ماكسيمم يعني بدي اغير مع الزمن بدي اغيرهم احسن طريقه اعملها اني ادخل 3 فيز 3 فيزز بين هدول الثلاثه لاحظوا اذا بتطلعوا على 3 فيزز لو استخدمنا الوان استخدم هدول الثلاث الوان مثلا لو اجينا عملنا هاي اول فيز هذا معناه طبعا انه بتغير مع الزمن هون صار عندي تايم ناخذ الثاني نعمل له شيفت 120 درجه ان تايم ناخذ الثالث نعمل له 240 درجه شيفت ان تايم هلا نطلع هدول الثلاثة، راح آخذ واحد منهم أحطه على R
واحد منهم احطه على اس واحد منهم احطه على تي، بحيث لما الكرنت يكون بوزيتيف في ار راح يعطيني فلكس بهذا الاتجاه، والكرنت لما يكون بوزيتيف في اس راح يعطيني كرنت بهذا الاتجاه، والكرنت لما يكون بوزيتيف في تي راح يعطيني كرنت بهذا الاتجاه. اطلع هلا في اي لحظه من اللحظات هل قيمهم متساويه؟ هذا طبيعه الثري فيز مش هيك؟ فمثلا لو جينا اطلعنا عند النقطه هاي راح تلاقي النقطه هاي، اذا هذا الاخضر مثلا لو فرضنا انه هذا تي مثلا او اس، لما كان ماكسيمم نيجاتيف قديش كانوا التنين الثانيين؟ نص تنين بوزيتيف، نص مثلا او 0.866 بعرفش ايش تطلع الزاويه بوزيتيف جذر الثلاثه. اذا لو اجينا اطلعنا هون راح الاقي انه في لحظه من اللحظات راح يكون مثلا ار ماكسيمم بوزيتيف او ماكسيمم نيجاتيف، يعني مثلا خد حاله ثانيه زي هون، هذا ايش؟ ماكسيمم بوزيتيف مظبوط، وهدول التنين نيجاتيف. اذا راح يصير عندي في هذيك اللحظه راح يصير هذا الاكسس هيك او المحصله تبعته وهذا المحصله تبعته هيك. هل هذول لهم نون زيرو كومبوننت او نون زيرو ريزلت؟ لانه لاحظ هذا كامل موجود، هذا موجود هون راح يتحلل، راح يتحلل جزء منه هون مزبوط وجزء منه باتجاه هاي، وهذا راح يتحلل منه جزء باتجاه هاي وجزء منه باتجاه هاي. طلعوا هذول التنين متساويين مزبوط، اذا هذا راح يتحلل جزء منه هيك وجزء منه هيك، وهذا راح يتحلل جزء منه هيك وجزء منه هيك، هذا وهذا متساويين مزبوط، اذا هذا راح يلغي هذا، لكن عندي الكومبوننتس الصغيره هذول راح تجمع هذا مع هذا مع الاصلي راح يطلع معي كومبوننتس. اوكي، ايش اللي خلى هلا الريزلت مش زيرو وهي كانت زيرو اصلا؟ كانت زيرو اصلا اللي كنت مدخلهم كلهم بقيم متساويه في نفس اللحظه، الان صرت ادخلهم بقيم غير متساويه والاشارات معكوسه. فيس شيفت. تمام، في فيس شيفت، ولانه في فيس شيفت 120 درجه ان تايم، صار عندي مثلا هاي نقطه، لاحظوا هذا ماكسيمم نيجاتيف وهدول الاثنين بوزيتيف بس جزئيين، هذا ماكسيمم بوزيتيف بس هدول الاثنين نيجاتيف وجزئيين، فهي اللحظه هذا ماكسيمم نيجاتيف تنين بوزيتيف، في هاي اللحظة هذا ماكسيمم بوزيتيف تنين نيجاتيف، ونفس الشيء مكمل بالطريقة هاي. ايش بتكون عندي المحصلة؟ روتيتنج ماجنتيك فلوكس، لأنه لو جينا أخذنا بعد بفترة من هاي بعد فترة من هذا الكومبوننت راح ألاقي مثلا إنه صار عندي هذا ماكسيمم وهدول اثنين ثانيين بيساعدوا، بعد فترة راح ألاقي صار هذا ماكسيمم اللي هو الكومبوننت هذا اللي هون والتنين هذول بيساعدوا. ايش بنشا عندي بالنهايه؟ بنشا عندي هذا الطول تبعه كونستنت لكنه بيعمل روتيشن. صار يطلع معك الاتجاه. عفوا؟ الاتجاه، اتجاه الدوران ولا اتجاه محصلة قوة؟ المحصلة، كيف صارت المحصلة هيك؟ مرة ثانية نتطلع هون، هلا أنت إذا بتطلع في عندك نقاط محددة بتهمنا هون، مجموعة نقاط محددة، هي طبعاً كل النقاط مهمة، بس في أنواع منها سهلة لأني بقدر أرسمها هناك بسهولة. خذ هاي النقطة، هدول في عندي التنين، خليني أفترض هذا أزرق وأحمر. الأزرق والأحمر التنين بوزيتيف بس مش كاملين. أظن هاي بتطلع 0.866 مظبوط؟ التنين بيطلعوا 0.866 وهي بتطلع ماينس 1. هلا تذكر انه هدول احنا كيف عملناهم؟ حطينا 120 120 120 مظبوط؟ فراح يكون الاتجاه الاصلي مثلا الاتجاه الاصلي للازرق مثلا نفترض الاتجاه الاصلي للازرق كان هيك، والاتجاه الاصلي للاحمر كان هيك، والاتجاه الاصلي للاخضر كان هيك، هذا الاتجاه الاصلي لو انه هو بوزيتيف، لو انه بوزيتيف راح يكون بهذا الاتجاه مظبوط؟ هلا عندي عند النقطه هاي لو اخذنا مين النيجاتيف فولي نيجاتيف؟ الاخضر مش هيك؟ فباجي الاخضر بعكسه بنفس طوله وبحطه هون مظبوط؟ وهذا مش موجود. بعدين التنين الثانيات هذوك الازرق والاحمر بوزيتيف مش هيك؟ مش التنين بوزيتيف بس مش كاملات، فبوزيتيف يعني راح يكونوا بنفس اتجاههم، فمثلا راح يكون فرضا هذا اذا كان له 0.866 مثلا راح يكون هيك بهذا الاتجاه، والازرق راح يكون هذا عند اي نقطة؟ عند هاي النقطة هون. هلا اذا جمعت هذول هلا بدك تحلل الازرق لتو كومبوننتس، راح تحلل كومبوننت بهذا الاتجاه وكومبوننت عمودي مضبوط، وراح تحلل الاحمر كومبوننت بهذا الاتجاه وكومبوننت عمودي. هلا لاحظ هذول التنين عند هاي النقطة متساويين
وزاويتهم متساوية، يعني هاي 60 وهاي 60 مزبوط، أو هاي 30 رح تطلع معنا، هاي 30 وهاي 30 وهاي 60 وهاي 60. فلما بحللهم رح تطلع هاي الكومبوننت مساوي لهاي الكومبوننت، إذا هاي تشطب مع هاي مزبوط. هلا وهاي طبعا هاي أصلا حللناها، شو ضل عندي؟ ضل عندي الأخضر وهم كلهم بنفس الاتجاه، فكفكتورز هلا بقدر أجمعهم، فبقدر الأزرق هذا أضيفه هون، وبعدين الأحمر هذا أضيفه هون، بطلع أظن عندي هذه واحد، هاي 0.25 وهاي 0.25، فبطلع طوله كله 0.25. بس هاي عند لحظة واحدة، لو مشينا شوي هلا لاحظ شو بصير، هذا بيقصر شوي، هذا بيقصر شوي، هذا بطول شوي، لحد ما أوصل وين؟ خليني أفترض إنه وصلت هون، لو وصلت عند النقطة هاي مين هلا صار فولي بوزيتيف؟ الأزرق. الأزرق شو كان اتجاهه؟ أظن كان اتجاهه هيك الأزرق، فراح يصير فراح ألف هيك بهذا الاتجاه، راح أمشي راح يصير الأزرق فل، والتنين هذوك إيش صاروا؟ نيجاتيف، فراح يصير الأزرق هيك، راح يصير الأحمر والأخضر جاي هيك، راح يجمعوا بهذا الاتجاه، فراح أكون تحركت من هاي النقطة لهاي النقطة. لو أنت بتطلع في داخل المحرك أنت ما بتعرف إنه هو 3 components، شو بتشوف أمامك؟ constant magnitude rotating magnetic flux. أوكي، فهذا راح يكون B له طول معين وعماله بعمل روتيشن، ايش السبيد اللي بعمل روتيشن عليها؟ سينكرونس سبيد. بغض النظر عن الروتر ايش السرعه اللي بتحرك فيها الروتر، انا هلا بس بطلع عمالي على الماجنتيك فلكس. يعني لو جبت بوصله، لو سحبت الروتر من المحرك حطينا بوصله هون، راح نشوف البوصله بتلف، ما هي البوصله لازم تمشي على نفس سرعه الماجنتيك فلكس مزبوط. فايش السرعه اللي بلف عليها الماجنتيك فلكس؟ راح تبدا البوصله تلف عليها، راح تكون تلف على السينكرونس سبيد اللي هي بتساوي عيش، بتعتمد السينكرونس سبيد، بتعتمد على الفريكونسي تبعت هاد، وبتعتمد على عدد البولز بير فيز، عدد البولز بير فيز مش عددهم كلهم، هم اصلا احنا عارفينه في 3 فيزز، قديش عدد البولز بير فيز بهذا الجهاز؟ عدد البير اوف بولز واحد، عدد البولز 2 بير فيز، فراح تكون عندي هاي بتساوي 2 بولز 120 في 50 اذا كانت 50 الان سينك، فبتصير عندي 120 على 2 في 60 في 50 رح يكون 3000 RPM. فرح يلف هذا الماجنتيك فلكس رح يلف على سرعة 3000 RPM. الروتر ما رح يقدر يلف على هاي السرعة، لازم يلف على سرعة أقل.